هنروح لسيدات الكره الطائره. سيدات الكره الطائره كان عندهم دور ال16 في كاس مصر الاسبوع ده، وكانوا هيلعبوا اصحاب الجياد، ولكن حصل انسحاب، فالنادي الاهلي تاهل. طبعا انسحاب اصحاب الجياد 6 اكتوبر، النادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه عشان يلعب مين بقى هيلاعب. الاهلي كسب في دور ال16 الطيران، الاهلي كسب في دور ال16 الطيران 3-0. المفروض يطلع دور الثمانيه يلاعب مين؟ يلاعب اصحاب الجياد او 6 اكتوبر. الاثنين انسحبوا، فكده ما عندناش ماتش في دور الثمانيه. هنطلع على دور الاربعه على طول. الكسبان من سبورتنج وديلفيا هو ده اللي لعبنا في دور اربعه. طبعا الفرقه زي ما انتم فاكرين خدت الاسبوع ده بطوله الدوري، فطبعا مركزين في بطوله الكاس عشان يبقوا جمعوا الاثنين. حاولنا الحقيقه يعني نستضيف حد منهم بتاع، بامانه رفضوا، قالوا احنا مركزين، وده احترام لرغبتهم طبعا، واحنا عامل مساعد بيساعد اللاعبات ان هم يتأدوا اداء احسن، فهم فضلوا ان هم يكونوا يعني ايه يعني مركزين. ولكن كاميرا الابطال راحت المباراه، مباراه الطيران اللي في دور ال16 اللي فزنا عليها 3-0، عامل التقرير مع اللاعبات والجهاز الفني. نشوف التقرير ده، ارجع لحضراتكم تاني. مباراة الطيران دي مباراة في دور ال16، احنا كملنا على طول الكاس بعد نهائي الدوري، ما لحقناش نريح، اللعيبه ما لحقتش، اخذت يا دوبك يوم واحد راحه، وابتدينا الاعداد للكاس. يعني يعتبر مباراه متوسطه، جربنا فيها كل اللعيبه وجهزنا فيها كل اللعيبه للمرحله الجايه. عندنا بعد كده ماتشات جامده هتبقى مع فرق السيدو سبورتنج والزمالك في الدور قبل النهائي للكاس، وان شاء الله باذن الله عندنا فرصه 10 ايام نجهز فيهم اللعيبه كلها بحيث نرفع المعدل الفني والبدني بتاعهم للاستعداد ان شاء الله قبل النهائي ونهائي الكاس باذن الله. لا الحمد لله الفتره ديت الحمد لله قدرنا نلم الاصابات بتاعتنا، غالبا الحمد لله ما فيش حد خالص، ما فيش غيابات غير منتخب الشواطئ، عندنا فريده العسقلاني وعندنا دعاء الغباشي، الاثنين موجودين مع منتخب الشواطئ في معسكر خارجي، هينضموا ان شاء الله باذن الله في اخر الاسبوع معانا الاعداد بقى قبل نهائي الكاس باذن الله ونهائي الكاس. الحمد لله طبعا على الفوز، ان احنا قدرنا نوصل للسيمي فاينل ان شاء الله. الحمد لله الماتش يعتبر يعني من اول شوط قدرنا نسيطر عليه ومشيناه على حسب ما احنا كنا يعني عاملين حسابنا بس، وان شاء الله هنبتدي من بعد بكره نبتدي نجهز ان شاء الله للسيمي فاينل. ان احنا خلاص داخلين ماتشين على بطوله، فده في حد ذاته بيخلي اللعيب يعني اللي هو انا خلاص قربت اخلص، وفي نفس الوقت يعني بعمل اللي عليا ان دي خلاص بطوله، يعني ماتشين ببطوله، يعني الكاس دايما بيكون ماتشات قليله، الحمد لله بما اننا البطل بندخل على دور 16 بتكون ماتشات قليله وفي نفس الوقت بتبقى بطوله بس، فده يعني حافز لينا ان شاء الله ان احنا نقدر نفوز بيها ان شاء الله. ماتش فريق الطيران طبعا فرقه محترمه، هو بس فكره كمان في صعوبه الماتش ان احنا لسه مخلصين الدوري ما فيش من يومين، فيعني زي ما تقولي الحمل يعني تقيل شويه على الفرقه، لان احنا كنا بنستعد للدوري بطريقه يعني اشد، والفاينل طبعا بنستعد له اقوى بكتير من الادوار اللي في الاول، فصعوبه الماتش كانت في ان احنا يعني مجهدين ومحملين من الاول، ما لحقناش نريح من بعد الدوري ولا نحتفل غير هو يوم واحد. رجعنا خلاص كابتن حمدي انسوا الدوري وانسوا ان احنا خدنا بطوله، عندنا بطوله ثانيه لازم نحسمها، فعشان نحسمها لازم من اول ماتش، ما بنقولش مثلا ماتشات في الاول سهله فعادي، لا من اول ماتش احنا بنخش بجد ومركزين بندي ال 100% من اول شوط لاخر شوط، يعني حتى لو تشوفي اخر شوط سكور خلصان 25-8، مش مثلا بنقول عشان احنا كسبنا خلاص في الاول فنسهل، لا بنركز من اول نقطه لحد ما نخلص. الحمد لله يعني احنا يعني النهارده قدرنا نحقق الفوز ده، احنا كنا ماتشات الكاس ما فيهاش هزار قوي يعني، بما داخلين الماتش لان اي هزيمه فيه بنخرج بره، فطبعا بما داخلين الماتش بكل قوتنا، فالحمد لله الماتش عدى سهل وان شاء الله بقى نجهز الماتشات الجايه ان شاء الله. احنا كنا اخذنا بس راحه سلبيه يوم واحد بعد ماتش الدوري، بعدين قدرنا ان احنا نتمرن يومين على طول، يعني اتمرنا كويس بقى عشان عارفين ان احنا عندنا بطوله ثانيه وهدف ثاني، بطوله جديده لازم ان احنا نحقق بطولة تانية يعني إن شاء الله نبقى برضو مستعدين كويس. جماهير الأهلي أحب أوعدهم كلهم إن إحنا إن شاء الله نبقى قد المسؤولية ونرفع راسهم كلهم، وإن شاء الله نحقق كل البطولات إن شاء الله.